خلونا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة عن قمة المناخ كوب 26 اللي كشفت عن حالة المناخ في عام 2021 واللي تضمنه من ظواهر صعبة آثار رئيسية هتسيب مشكلة للعالم أجمع. القمة اللي أكدت أن تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والحرارة المتراكمة المرتبطة بها دفعت الكوكب لمنطقة مجهولة. القمة دي طبعا شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد كبير من الدول في العالم، يمكن أكتر من 180 دولة، حوالي 190 دولة، وبتأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللي بتتولى بلاده دلوقتي الرئاسة الحالية للقمة، وده في ضوء الدور الهام اللي بتقوم به مصر على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في كلمته قال ان مواجهه تغير المناخ حاجه او اصبح امر حتمي ولا يحتمل التاجيل، وحاجه من الحاجات اللي كل التقارير الامميه والمنظمات المتعلقه بالبيئه بتقولوا انه الامر لا يحتمل التاجيل والامر اصبح يعني حاجه مش رفاهيه، لازم ان احنا كلنا كمجتمعات وكافراد كمان ان احنا نركز على هذا الموضوع. تفاصيل اكتر هنعرفها مع الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئه. صباح الورد يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. دكتور وفيق، يعني القمة السنة دي يعني بتأتي في وضع ربما مختلف شوية، الوضع أصبح يعني الموضوع جد بزيادة، طبعا هو الموضوع جد لكن يعني السنة دي الناس واخدة الأمر بشكل جدي أكتر، الإعلام ينشر الموضوع أكتر، هل يعني هذه القمة تأتي بجديد في موضوع الإجراءات لتوقف تغير المناخ؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقة. يعني هو طبعا الاهتمام موجود ونتيجة لأنه احنا شفنا الكوارث والشعوب دلوقتي بقت واعية لهذا الموضوع، وبالتالي بتدفع الحكومات لأن هي تتخذ قرارات فعلية تجاه هذا الموضوع. لكن هل سنتفق هذا العام أم لا؟ الكلام ده لسه في الافق، يعني احنا لسه ما شفناش النتائج لغايه دلوقتي. وكمان خليني اقول لك ان رئيس الصين لسه ما وصلش ولا الرئيس الروسي، صحيح، وبالتالي الاتفاق لسه مش واضح. يعني في بعض الاتهامات او مش اتهامات يعني، لكن بعض الكلام الموجه للرئيس الصيني بان هو كان لابد ان يكون موجود من البدايه، يعني خاصه دوله الصين هي دوله مؤثرة بقوة في مسألة الصناعة وبالتالي في مسألة التأثير على المناخ يعني وعلى البيئة. بالضبط، ده مهم جدا. لكن هو لسه القمة قدامها بتاع أكتر من 10 أيام، فبالتالي احنا لسه الأفق مفتوح. القمة دي بالنسبة لمصر مهمة جدا، ليه؟ لأنها بتدي خبرة للناس اللي موجودة هناك دلوقتي، احنا بنديهم خبرة انه طبعا الرسوم سيادة الرئيس انه هو لان القمه الثانيه هتنعقد السنه الجايه في مصر ان شاء الله اللي هي كوب 27، فبالتالي لازم ان احنا نلم الصوره كامله، نعرف ايه نقاط الضعف اللي حصلت، لو لا قدر الله ما اتفقوش يبقى فين نقط الضعف اللي حصلت، ازاي نتلافاها، ازاي نطلع بمردود مهم جدا لمصر في القمة القادمة، بحيث ان الدول الغنية تساهم في مشروعات البنية التحتية البيئية لمصر، لان احنا عندنا مشروعات كتيرة جدا واحنا مش السبب في تغير المناخ، لكن صحيح، احنا متأثرين بما فعلته الدول علينا. طب يا دكتور، الكلام اللي بيتقال عن غرق بعض المدن العربية من بينها كمان اسكندرية، فهل يعني مثلا ده يخلينا يعني هل هي بتغرق بسبب تغير مناخي وهتختفي تماما، ولا يعني ايه اللي بالظبط هيتم يعني؟ هو طبعا بوريس جونسون قال لك مدن هتختفي، ده حقيقي بس مش في مصر، يعني جزر نتيجه لارتفاع سطح البحر، وطبعا احنا عارفين ارتفاع سطح البحر
وقالوا اسكندريه كمان بشكل محدد يعني. اسكندريه الشواطئ، لكن المدينه مش هتختفي طبعا، لكن الشواطئ بيحصل لها نحر. ليه؟ لان الميه ارتفاع سطح البحر بيزيد فبيجور على الشاطئ. فمصر شغاله في موضوع حمايه الشواطئ على طول الساحل، يعني كل شمال الدلتا مش بس اسكندريه. فبالتالي احنا محتاجين دعم لهذا الموضوع. في طبعا جزر هتختفي من على الخريطه، يعني زي مش في دماغي الاسماء، لكن في جزر في اسيا، في جزر في امريكا الجنوبيه ممكن ان هي سطح البحر يعلى عليها فتختفي. فلوريدا في امريكا برضو من الدول من المدن المهدده يعني، لانه دي نيذرلاند طبعا اللي هي هولندا، واسمها نيذرلاند لانها الارض المنخفضه، فبالتالي هم بيعملوا حمايه كبيره جدا لشواطئهم هناك. يعني برضه في اخبار يعني مطمئنه نوعا ما. معكم عايزين نسال بقى على الاخبار المطمئنه، لانه امبارح كان في بعض برضه التقارير اللي طالعه يعني بعد كل يعني جلسه للقمه، انه يعني ما هي السياسات اللي هتقدر ان هي المجتمع الدولي كله يوافق عليها؟ هو اللي احنا عايزين المجتمع الدولي يوافق عليه طبعا، هي في كلمه سر اللي هي 1.5 درجه، ان درجه حراره الارض ما تزيدش عن 1.5، دي اول حاجه. لكن النقطه المهمه اللي هي بتحدد بالارقام بقى، ان احنا نوصل للنت زيرو. كلمه النت زيرو دي معناها ان احنا نوصل لزيرو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى راسها الغازات الكربونيه اللي هي ناتجه من الوقود الاحفوري اللي هو البترول والفحم. المفروض يبقى في سنه كام؟ نوصل لصفر بنهايه 2050. طب يا دكتور، هل هنقدر نطلع من القمة بحلول قاطعة وحقيقية للغازات الضارة زي الميثان اللي بيتسبب طبعا في خطر كبير يعني على البيئة؟ أيوة، من عشان كده قلت لك غازات الاحتباس الحراري. غازات الاحتباس الحراري تشمل الميثان، لأنه في ناس كتيرة بتركز على الغازات الكربونية فقط، لا، هي غازات الاحتباس الحراري. والميثان ده بيعمل حاجة مهمة جدا برضو، يمكن المشاهدين مش ماخدوش بالهم منه. الحرائق الغابات اللي بتتم دي بتتم ليه؟ لأنه هو الميثان بينتج من تحلل المواد العضوية اللي موجودة في الغابات، فالغابات بيبقى فيها رطوبة بتتحلل المواد العضوية كمان فبينتج الميثان. كمان الاحتباس الحراري بيزود درجة حرارة الأرض، فبالتالي بيساعد على اشتعال الميثان. فلذلك بنلاقي حرائق غابات بتوجد وما بتطفيش، يعني الناس بيحاولوا يطفوها بعد ايام تلاقيها ولعت تاني. فبالتالي ده مهم جدا. هل هنتفق بقى او لا؟ برضه يعني خلينا اكرر ان هو لسه في الافق، قدامنا لسه 10 ايام. هل هيحضر الرئيس الصيني؟ هل هيحضر الرئيس الروسي؟ هل حتى الدول كلها هتوصل لنت زيرو؟ لانه في كلام كويس، يعني بايدن بيقول انا عاملين استثمارات كبيره جدا من امريكا للحفاظ على التغير المناخي والتحول للطاقه الجديده والمتجدده. بس كل الكلام ده لم يترجم بعد لارقام او اتفاقات. طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئه. طب يا كريم، عايزين نطمن على درجات الحراره يعني. طمنا. هو طبعا الدكتور وفيق كان بيتكلم على الرئيس الامريكي جو بايدن، يعني ان هو قال طبعا بعد ما صحي من النوم، يعني هو طبعا حضراتكم اكيد شفتوا الصوره والفيديو اللي هو كانوا جايبينه، ان هو كان قاعد في القمه قاعد نايم. لو ده بينم عن اي حاجه في اعتقادي، ممكن ان هو يكون بينم عن استهتار، عن عدم اتفاق، عن عدم اقتناع بانه القمه دي هتقدر ان هي تعمل حاجه. انا ما اعرفش، لكن انا لما شفت الصوره او لما شفت الفيديو اعتقد انه كاي مواطن او مشاهد
اتفرج، يعني ده اللي حاسه من الامر. لكن الموضوع خطر جدا يا ياسمين، يعني يمكن انت قلتي انه في بعض المدن هتغرق، ده طبعا كلام حقيقي جدا. احنا معظم سكان الكره الارضيه عايشين يعني قريب من البحر، والدكتور رفيق قال على موضوع الحرايق، في برضو انتشار الامراض، يعني بس طبعا كنا عايزين الحيوانات نطمن برضو على يعني على مصر، يعني الحمد لله ان هو طمنا وقال لنا ان احنا مالناش دعوه بحاجه زي بس دي. لا هو الفكره ان كلنا هنتاثر، العالم كله هيتاثر، أكيد. لانه زي هو يعني زي ما كنت بقول لك انه هو مش بس انه في مدن هتغرق، لا في درجه الحراره هتعلى، فانقراض الحيوانات، في بعض الاكل، يعني في بعض الحاجات اللي هي المزروعات خلاص مش هتبقى موجوده. وترتني في ايه دايما اقول يا جماعه انا مش قصدي اخوف حد، بس هو ده الواقع.